أظن أن هناك ثلاث أسباب رئيسية، باعتبار حوادث السير هي مسألة تساهم بشكل كبير في الوفاة. السبب الأول هو أن المجتمع المغربي هو مجتمع انتقالي، وأظن أن المؤشرات المجتمعات الانتقالية تكون دائما تعيش حالة من البحث عن الهوية والبحث عن الذات، سواء تعلق الأمر بالمسألة ديال احترام القانون واحترام الضوابط القانونية، أو تعلق الأمر بالمسألة ديال التربية والبنيات التربوية. الطريق في المغرب تقتل، وذلك لكثرة حوادث السير التي من أسبابها تهور السائقين، عدم احترام قوانين السير، نرجسية السائقين في بعض الأحيان، كذلك عدم تمكن من سياقة السيارات، وذلك ناتج لأخذ رخص سياقة بدون تعليم.